يا جماعة بالنسبة للخشوع في الصلاة في ست أمور إذا عملتها إن شاء الله بتخشع بالصلاة. أول أمر لما تقرأ بالصلاة ركز وافهم شو عم تقرأ ولا تقرأ على السريع، فرضا لما تقرأ إذا زلزلت الأرض وزلزلت تفكر وتدبر. الأمر الثاني حاول لا تشرد ولا تخلي الأفكار تاخذك لا يمين ولا يسار، اوعك تفكر بشي غير أنك واقف بين إيدين الله عز وجل، أقل شي احترم هالوقفة. الأمر الثالث حاول تصلي السنن، فإذا أنت فرضا صليت ركعتين سنة قبل صلاة الفجر هون أنت بتكون حضرت حالك وجهزت حالك وراح يكون النوم راح منك والذهن صار أصفى. الأمر الرابع لما تركع اطمئن بالركوع، ولما تسجد اطمئن بالسجود ولا تسرع بالسجود مثل نقرة الديك للحب والقمع، اوعى لا تقول الله أكبر الله أكبر سلام، هون مانك أنت بسباق بدك تركز. طيب الأمر الخامس اوعك تكون محصور وانت عم تصلي، اخذي حاجتك ارتاح وبعد على ميت مهلك صلي. اوعك تصلي ويكون الأكل والطعام بالأرض وانت جوعان، إذا حضرت العشاء والعشاء فأخيروا العشاء وقدموا العشاء. الأمر السادس لما تصلي حاول لا تصلي عن تلفزيون شغال وصوته عالي ولا عن جماعة تحكي وتشوش عليك بالصلاة، المهم حاول تصلي بمكان هادئ عشان تعرف تركز بصلاتك. وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، في ناس تصلي وتاخذ الأجر كامل وفي ناس بتصلي وتاخذ الأجر النصف وفي ناس الربع، فانتبه لصلاتك وللخشوع فيها، لأنه الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا رب اجعلنا واجعل كل الموجودين وكل واحد يكتب آمين يا رب العالمين خاشع ومركز بالصلاة يا أكرم الأكرمين.